أهلا بكم من جديد. إلى 9 مايو المقبل حجزت محكمة جنايات القاهرة قضية القصور الرئاسية للنطق بالحكم، القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاها، كانت آخر جلساتها اليوم قبل النطق بالحكم في الموعد المحدد. وكانت محكمة النقد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن على الأحكام الصادرة بالسجن ضد مبارك ونجليه في هذه القضية بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من مخصصات مراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية. قضت جنايات القاهرة بمعاقبة 63 متهما بالسجن المشدد من 1 إلى 7 سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب في جامعة الأزهر في ديسمبر عام 2013. كما قضت المحكمة ببراءة 13 آخرين في نفس القضية، من بينهم مصور صحفي. ومن بين المتهمين 14 طالبة بجامعة الأزهر واثنان هاربان، ومن بينهم 8 فتيات مخلى سبيلهن. وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإجراء حصر للمصانع المتوقفة وإعداد خطة لبدء تشغيلها وحل مشكلتها. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي عقد هذه المرة من موقع المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات. وقال محلب إن عقد الاجتماع في موقع عمل وتنمية يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وكشف عن أنه تلقى طلبات من دول عربية لتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين. ووجه وزير التعليم الفني والتدريب بضرورة الاستعداد لتلبية هذه الطلبات. وللمزيد من المتابعة معنا الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية أستاذ كمال، لماذا يعني الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء تم في مقر المتحف المصري الجديد بمنطقة الأهرامات؟ الحقيقه النهارده يمكن في يعني حاجتين خلوا الحكومه تعقد اجتماعها الاسبوعي بعيدا عن مقر المجلس وتحديدا في المتحف المصري. الحاجه الاولى كما اشار رئيس الوزراء ان هو بيتم عقد اجتماع في موقع عمل وتنميه بمناسبه الاحتفال بعيد العمال الجمعه ان شاء الله اللي هو بيوافق 1/5. فده الحكومه حبت ترسل رساله ان الحكومه اجتماعاتها بتعقد في مواقع عمل، وطبعا وليس يشترط ان تكون في المقر الاساسي للمجلس، ودي رساله لاهميه العمل والانتاج. الشيء الثاني ان هو ايضا بيعقد في مقر المتحف المصري كرساله لتاكيد الحكومه على الاهتمام بهذا المشروع الكبير، وهو مشروع تطوير المتحف المصري الكبير. وده الحقيقه هذا المشروع هيمثل نقله لمصر في مجال السياحه والاثار، وطبعا هيعظم موارد مصر من العملات الاجنبيه. النهارده كان في تقرير استعراضه مجلس الوزراء حول تطوير المتحف، ورئيس الوزراء اكد انه لا يوجد في العالم موقع متميز او متفرد كهذا الموقع. واشاروا ايضا الى ان المتحف به ما يزيد على 100,000 قطعه اثريه، وان هذا المشروع هيحتاج الى قرارات سريعه وعاجله لاتمامه لتقديمه للانسانيه كلها وليس فقط لمصر. يمكن دول الحاجتين اللي خلوا يعني رئيس وزراء راى ان يكون اجتماع مجلس وزراء في مقر المتحف المصري النهارده. طيب هل هناك من قرارات او يعني بعض الموضوعات التي نوقشت اليوم واصدر السيد رئيس مجلس الوزراء بها قرارات بعد الاجتماع؟ نعم زي ما حضرتك اشرت في الخبر كان في كثير من القرارات اللي حضرتك لمحت احدها، وهو قرار مهم، وهو ان رئيس الوزراء وجه باجراء حصر بالمصانع المتوقفه واعداد خطه لتشغيلها. وايضا النهارده مجلس الوزراء درس القضايا المهمه اللي شغلت الراي العام، ومن ضمنها مثلا مشكله كوبري الدقهليه واللي كان يعني حصلت فيه سقوط، ورئيس الوزراء طلب باعداد يعني دراسه حول اسباب ما حدث، وان يتولى ايضا المحافظين حصر مشكلات الكباري والحالات الانشائيه في كل المحافظات ومع مشاركه المكاتب الاستشاريه. النهارده من الحاجات المهمه ايضا ان كان في اشاره الى ان الحكومه تلقت طلبات من عدد من الدول العربيه لتوفير الاف فرص العمل للعمال والحرفيين،
وتم توجيه وزير التربيه ووزير التعليم والفن والتدريب يعني ضروره الاستعداد لتوفير هذه المطالب. الحقيقه كان في ايضا قرارات مهمه فيما يتعلق بالزراعه وما تم توريده من القمح من المزارعين والتيسيرات في السداد. وايضا كان في وزير التموين اعلن ان هيتم استيراد 55 ألف طن من اللحوم السودانية وهتطرح قبل شهر رمضان بسعر 40 كيلو لل 40 جنيه للكيلو المجمد، وإن في مبادرة مع الجزارين في المناطق الفقيرة لبيع اللحوم المستوردة بسعر 50 للكيلو الطازج. ده يمكن نماذج لبعض القرارات. الحقيقة كان فيها الكثير من القرارات يمكن لا يعني ما فيش مجال لحصرها جميعا في هذه المدخنات. احنا بنشكر حضرتك جزيلا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. اما اقتصاديا فدعا رجيت سينغ رئيس لجنة الاسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لاسواق المال العالمية الحكومة المصرية للاستفادة من سوق المال في تمويل المشروعات القومية الكبرى. جاء ذلك خلال مؤتمر تسريع النمو بالاسواق الناشئة الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية المصرية على هامش استضافتها للاجتماعات السنوية للجنة الاسواق الناشئة باليوسكو. انت لو عايز تستقطب استثمارات تدفق اسواق مال، عايز تستفيد من تجارب الدول الاخرى، دي عضويتنا في الايوسكو. يمكن مصر لاول مره انتخبت عضو مجلس اداره في الايوسكو ممثله في هيئه الرقابه الماليه، فاحنا على اعلى مستوى بنحرص على التواصل معاهم. ومن هذا التواصل بنناقش النهارده تنشيط سوق السندات. طب ليه سوق السندات مهم لنا والعالم الناشئ كله؟ لانه تمويل المشروعات الكبرى اللي بنتكلم عليها السندات مصدر مهم. بنتكلم على اسواق حاجه اسمها الاسواق الاجله، دي بتهمنا، واحنا لما نفكر في اسواق سلعيه لقمح او غيره. فالمناقشات دي قلنا طيب نجيب الخبراء للعاملين في الحقل المالي في مصر يناقشوا الحاجات دي. We'll be right back.